اسمي ديالي مريم كنت خدامه في هاد الشركه في حي الصناعي في شهر لا توقفنا على قبل الوباء ومن بعد كنت كنكتشف عيط ليا قال لي ودي جيب مني مشيت لقيت انه عطاني هي الورقه ديال الطرد استقاله قال لي سينيها وجيبيها ليا ملي طلبته قلت لي انا راه بغيت نخدم على خواتاتي عندي اختي مريضه انا كنزل الدواء وانا كذلك راني مريضه عندي أوراق ديال الطبيبه هما حتى انا مريضه كنمشي ندوز على فقر الدم كنطيح انا هزه المسؤوليه ديال خواتاتي انا اللي اختي مريضه انا اللي هزه باش كنمشي الدواء كذلك انا بغيت ما بغيتش نقرب وهذا شي واحد بغيت نخدم على اكتافي وجيت السيده يقول لي توقفتي من الخدمه يعني المصروف كنت كنعيش بالاسره ديالي وكنعيش منهم حتى انا باش كنشري الدواء دابا اختي هي مريضه ما دابا دا كمل هذاك الدواء دا وانا دابا موقفه ما مني ملي غنجيبو ليها ملي وقفني من العام صافي ما طلبتو ولكن ما بغاش يطلب علاش الناس خريه يخدمهم وانا وقفني ما عرفتش علاش انا كنخدم مزيان انا بيكوز كندير بيكوز ندير ابرونتي فين ما صيفطني كنخدم دابا موقفني من من شهر ثلاثة من دخل الوباء وانا موقفه من العمل كنت دالي لا سينيسيس كنت كن نتخلص منه ملي جا الوباء دابا ملي ها آه هو لا سينيسيس ديالي مصايب ليا ملي لي كان من شهر ثلاثة بديت كنستافد من هذيك الف ريال ديال الوباء كتعاونني شويه مي دابا راه دابا اليوم اللي مشيت قال لي وقفت لك لا سينيسيس ووقفت لك كلشي ما عنديش الباب اللي مشيت راه دابا مع هاد الوباء راه ما عنديش فين نخدم ما عنديش قال بيبان دابا تسدو لي في صافي ملي تسدو لي هاد البيبان ما لقيت صافي دارت بيا الدنيا ملي مشيت وقال لي ياودي سيني هاد الورقه الانجليزيه وجيبيها ليا وانا نقول لي علاش قال لي صافي تاخذي حسابك و12 الف ريال تشوف حالك صافي قال لي خودي وصافي سيري ما عرفتش انايا اول مره غادي يطرى ليا هاد المشكل انا يكون بعدا كينا نخرج ولا هادي ما ما غاديش يبقى فيه ولكن الانسان انك كتمشي عنده وتطلبي على اساس كل واحد والظروف ديالو يعني راه ربي اللي عالم اه عارف هو انه بالاول عاودت لي المشكل وخدمني ولكن في الاخر جا الوباء وهادي باش انه ياخذ بيديا ويساعدني ويوقف معايا ما بغاش يوقف معايا ملي مشيت وقلت له الوباء هادي كاع الشركات اغلبي دابا موقفين على قبل هذا الوباء نتمنى منهم يعاونوني ووقفوا معايا و... ورجع الخدمه ديالي ونهز المهمه ديالي حيت هي تم الوالد ديالي راه موفي وعندها غير انا اللي كنكون في جنبة وانا اللي كنصرف عليها وملي كنت خدامه ما كانوا محتاجين حتى شي حاجه وكنت الحمد لله واقفه معاهم وتاخت ديالي كنت كنجيب لها الدواء كل شهر و انا كذلك كنت كنشري الدواء انا مريضه بفقر الدم ما كانوا مختصين حتى شي حاجه نقول لهم الله يجازيكم بخير و... والله يرحم لكم الوالدين و... والله يسهل عليكم يعطيكم ما تمنيتوا في خاطركم نتمنى غير نخدم ورجع الخدمه ديالي هذا الشيء اللي كنتمنى داو ليا مع اختي الله يشافيها داو ليا معاها الله يرحم لي من الوالدين ندعو لي معاها و داو مع الوالد الله يرحمه وكانت الامنيه ديالي انا نجمع غير شويه ديال الفلوس و... ونصفت الوالدة للحج كانت الأمنية ديالها كانت الأمنية ديالها كتقول لي دي أمنية ديالي مشي داك المقام كنقول لها دابا نحقو ليك حتى عندي أهداف في الدنيا تاعنا كنحلم بزاف كنحلم نحقق الوالدة الحلم دي ديالها أنها تمشي للحج كانت الحلم ديالها كان الله يرحمه بابا كان موعدها ولكن الله يرحمه مسكين ديما كيقول كي لها انا وياك Yeah. <music>